لك زهرة، شبكي خديجة، بلزمك شي؟ لا أختي يسلموا لك. يلا أنا رايحة لك. اسمعي لقلك، ما بقى رح تجيبي سيرة هالخاتم أبدا أبدا، فهمتي؟ أمي أنا لازم رجع هالخاتم لأمير ضروري. لك يا بنتي شو أنتي ما عم تفهمي علي؟ هالخاتم رح يهد البناية على راسنا، ما عم تفهمي علي؟ وإذا هاي البنت بتروح وبتأرجي هالخاتم لشي محل صياغة وإذا عرفت قيمته شو رح نعمل وقتها؟ شو رح نعمل؟ ليلي أنا رح أروح ورجع هالخاتم، بس أنتي ما رح تجيبي سيرة هالخاتم لحتى أنا رجعه، فهمتي علي؟ أخ يا ربي دخيلك، أخ ليش هيك عم يصير فينا؟ أخ يا ربي. محمد شفتي أنا شو قلتلك؟ اليوم صار له كم مرة عم يتصل. شو صار يعني إذا اتصل؟ لك في شيء اسمه أصول، الواحد على القليلة بيقول الطرف لسانه، خلينا نشتري فستان العرس للبنت، هدول لا عندهم لا عادات ولا تقاليد ولا احترام، عيب والله عيب. يا عمتي والله هدول شكلهم عم يعاندوني، بس انت هلا رح تشوفي كيف انا رح اورجيهم قيمتهم. تفضل استاذ محمد. سهر لا تتعبي حالك. ايش شو طالع بايدنا؟ لما ما بيكون في حدا بيجي وبيساعدنا بنتعب شوي بهي الحاله. خلص شغلي بالمحل، اجي مشان تنقلي طقم العرس. ايه كتير منيح، بس تخلص شغلك تتصل فيني. بس معلش انا رح نقلك طقم عرس بيعجبك كتير. ايه بعدين نحن اليوم رايحين، ما هيك؟ يعني انت مصرة نروح؟ ايه انا مصرة انه نروح محمد، يعني ما رح يرتاح لي بال اذا ما رحت لعندهم وبست ايديهم قبل كتب الكتاب حبيبي. خلاص منروح، المهم انت تكوني مبسوطة. انت اشتري له طقم العرس وبعدين روحي لعند رجليه، كان ناقصنا انه نبتلي بهذا كمان ويجي يقعد عنا صهر بيت بحضننا. اخ يا عمتي كل هالحكي اللي حكيتيه انا مو عاجبني، بس انت اصبري علي شوي وانا رح اتصرف، بس انت سكتي وريحي لي حالك. دخيلك دخيلك، ها هي سكتنا.